انتقل إلى الدرعية وجمعها في بمكان واحد، كانت متفرقة، المليبيد يحكمها آخر أناس، وأيضا الفرع الآخر يحكم الغصيبة آخر. فاستطاع محمد، يعني يعتبر محمد بن سعود أول من وحد، أول أجزاء من الدرعية. وحد أجزاء الدرعية، هذا المشروع الوحدوي الأول. نعم، هذا بدأ المشروع من العاصمة نفسها. نعم، ولهذا هذا المشروع ترتب عليه أيضا اتصال وتواصل أيضا اجتماعي، وأيضا لم هذه القرى المتفرقة في الدرعية. كتب أدهم بن دواس إلى محمد بن سعود أن أهل الرياض قاموا ضدي، فأريد أيضا هذه القوة منك أن تقوم أيضا بدعمي. فتولى الحقيقة محمد بن سعود فأرسل جيش إلى بقيادة أخيه مشاري، فأحكموا السيطرة على الرياض، وجعل أدهم بن دواس أميرا على الرياض. هو بسبب نصرة محمد بن سعود لأدهم بن دواس تمكن، نعم، من حكم الرياض. من حكم ليه؟ لأن محمد بن سعود أدرك هناك خلافا سياسيا قبله في مع حكام الرياض، لأن الحكام الرياض اعتدوا أيضا على الدعية، بالتالي كان أدهم بن دواس أيضا في منفوعة، فتمكن بالتالي هذه لحظة